طيب، كان في احد المسائل اللي انا استخدمت فيها قانون بيقول فيه ان الاي سيتا بتساوي واحد على ار دي باي دي تي ار تربيع سيتا دوت. تمام، والقانون ده يعني ممكن الناس تكون مش فاهمة جه منين، فاحنا هنقول هو جه منين. هنشتغل بشوية كاينيتكس كده وهنرجع تاني للكاينيماتكس. احنا اولا عارفين ان سيجما اف من قانون نيوتن التاني بتساوي ام اي فيكتور. تمام، واحنا عارفين برضو ان سيجما ام اللي هو المومنت اباوت الاوريجن بيساوي ار كروس الاف. تمام، يبقى ار كروس الاف. حلو كده، اللي هو احنا عارفين المنظر ده. ده كده الايه الاكس، وده كده الواي، وده كده عندنا الار فيكتور. ففي فورس هنا بتعمل مومنت حوالين الاوريجين اللي هنا. الفورس دي بتتوزع جزئين، جزء في اتجاه الار، تمام، وفورس تانية في اتجاه السيتا. الفورس اللي في اتجاه السيتا بتكون عمودية على الار، فدي اللي بتعمل لي المومنت، انما بتاعة الاي ار مش بتأثر في اي حاجة. فالاف سيتا هي اللي بتأثر على الموضوع، الاف ار ما بتأثرش على المومنت خالص. فنيجي نحسب المومنت هنا اللي هو هيساوي الديترمينانت. انت عندك كده هي ار اي سيتا، والاتجاه التالت اللي هو عمودي عليهم الكي. يبقى انت كده عندك ده ار 0 0، ده كده احنا قلنا الار. طب بالنسبة للاف، فانت عندك اف ار، وهنا عندك اف سيتا، وهنا عندك بزيرو. فتيجي تحسب، ادي كده اول واحد عندك بصفر، تاني واحد هيطلع بصفر، تالت واحد هيطلع بار اف سيتا في اتجاه الاي 3. ده مش اللي احنا عاوزينه. تمام، يعني احنا مش عاوزين الاتجاه، احنا عاوزين بس الار اف سيتا. حلو، الار اف سيتا امتى يساوي صفر؟ لو اف سيتا بصفر، يعني لو الفورس كلها في اتجاه الار. حلو، ساعتها بيكون في شغلانة معينة او خصائص معينة بنستفيد بيها في القوانين بتاعتنا. طيب يا سيدي، الار اف سيتا لما تكون بتساوي صفر، يعني ام ار ف اتنين ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا دبل دوت بيساوي صفر. لو كملنا الطرفين هيطلع لي بالنسبة للزمن، هيطلع لي ان ده بيساوي كونستانت، تكامل الصفر بكونستانت. حلو كده، تعالى بقى نطلع الماس بره الموضوع ونقسم عليها في الطرفين. فيبقى انا عندي هنا تكامل، ادي افتح قوس 2 ار ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا ار تربيع سيتا دبل دوت دي تي بيساوي سي اوفر ام. احنا عايزين نعرف السي ده عبارة عن ايه، او نديله اسم كده ونوصفه ونظبط الدنيا من خلاله. يبقى انت كده عندك ايه يا سيدي؟ انت عندك كده في تكاملتين، هنفك واحدة منهم. يبقى انت عندك تكامل 2 ار سيتا دوت، والدي ار باي دي تي تضرب في الدي تي، يبقى دي ار. طيرنا دي تي مع دي تي، شلنا الار دوت وحطينا دي ار باي دي تي، والدي تي طارت، زائد تكامل ار تربيع سيتا دبل دوت دي تي بيساوي سي اوفر ام. حلو كده الكلام. هنختار ان اليو بتساوي الحاجة اللي احنا نعرف نفضلها اللي هي السيتا دوت، والدي في بيساوي ار دي ار. يبقى عندك الدي يو بيساوي سيتا دبل دوت دي تي، والفي بتساوي ار تربيع على الاتنين. تعال بقى ايه اظبط الكلام ده. اليو في الفي، طبعا انت معاك اتنين هنا، اليو في الفي هيساوي ار تربيع على الاتنين سيتا دوت ناقص الفي تكامل الفي دي يو. طبعا برضو في هنا اتنين، يبقى ار تربيع على الاتنين، والدي يو بيساوي سيتا دبل دوت دي تي. ده طار مع ده وده طار مع ده، وننزل هنا الجزء اللي احنا ما اشتغلناش عليه، زائد تكامل ار تربيع سيتا دبل دوت دي تي. وده هو هو ده بس بشرطين مختلفتين، نطيرهم مع بعض. يطلع لي ان السي اوفر ام ده بيساوي ار تربيع سيتا دوت، وساعتها السي دي بيكون اسمها الاتش. لو ناخد بالنا دي عبارة عن ام ار في سيتا. حلو كده، ار في ار سيتا دوت يعني ار في سيتا،
جميل كده، بيساوي اتش، والاتش دي هي اسمها الانجلر مومنتم. جميل كده الكلام صح؟ فدلوقتي الاتش دوت بتساوي ام، مفهوم؟ والام اصلا بتساوي ام ار اي سيتا، يبقى الاي سيتا بتساوي اتش دوت على الام على الار، وشكرا. الام طبعا لما احنا بنشتغل في الكاينماتكس ما بتبقاش موجودة معانا اصلا، فالاتش دي بيبقى اسمها الانجلر مومنتم بير يونت ماس. حلو، ولان هي اصلا كونستانت او بقى ايه، احنا بنشيلها وبنعوض عن قيمتها. احنا قلنا قبل كده ان الاتش هي الار في سيتا، فاحنا هنفكس قلنا للام، يبقى الاي سيتا هتساوي 1 على r في دي باي دي تي، يعني بدل نشيل الدوت دي ونعوض عن قيمة الاتش من غير الام زي ما قلنا، اللي هي ار في سيتا او ار تربيع سيتا دوت. وهو ده القانون اللي احنا استخدمناه، وبيفرق معاك جدا ان لو انت عندك الانيشال فيلوسيتي بتكون كلها في اتجاه السيتا والفاينال فيلوسيتي كلها برضو في اتجاه السيتا، تقدر تستخدم القانون ده. عشان لو انت معاك الار الاولانية والار التانية والسرعة الاولانية، تقدر تجيب السرعة التانية.